بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية للدلال عبد العزيز، تعرف على التفاصيل. متابعينا لأول مرة، الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك. كشف مصدر مقرب من عائلة الفنان الراحل سمير غانم أن الفنانة دلال عبد العزيز سلبي كورونا في المسحة الأخيرة، ومن المقرر نقلها في غرفة عادية حتى الاطمئنان على حالتها الصحية. وكان قد توفى الفنان سمير غانم وتم تشييع جثمانه أمس الجمعة، وحرص نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة في مشهد خيم عليه الحزن والبكاء. وكان من أبرز النجوم الحاضرين إلهام شاهين، محمود حميدة، نهال عنبر، يسرى سماح، أنور، ميرفت أمين، أشرف زكي، وروجينا، محمد حمائي، ومحمود الليسي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها، ومي نور الشريف، وماجد المصري.